هالتم هالتم. كنت جبت خطأ من فيلم أفواه وأرانب، واللي هو إن أختي فاتن حمامة في الفيلم مخلفة 10 عيال، ومع ذلك فاتن حمامة طول الفيلم بتقول إن أختها عندها 9 عيال. عندها كم عيل أختي؟ 9 يا بيه. 9؟ أيوه. عندك عيال؟ 9. 9؟ لا، دول عيال أختي، بس أنا مش عايزة أخيب خيبة أختي، مش عايزة أجيب 9 عيال وأحتسى أوكلهم منين. وجبت لقطة وهم قاعدين على الطبلية بياكلوا وهم 10 في أول الفيلم، وجبت المشهد اللي قبله اللي هو أول مشهد في الفيلم وهي بتصحي ولاد أختها، وعديتهم واحد واحد بالاسم 10، وهنا في أول الفيلم وهي بتصحيهم. أم يا رفاع زينهم، أم يا خليل، أم يا عبد الصمد، ولا يحمد، يلا يا علي، أحرق، أم يا علي، عزيز خد أختك في إيدك ويلا. بس لسبب ما لقيت ناس كتيرة بتكلمني عن الطفل اللي خلفوه في الآخر، وبيقولوا إن هما كانوا 9 وبعد كده بقى 10 لما خلفوا العيل الجديد. انا ما اعرفش ايه علاقه العيل الجديد بالموضوع. انا قلت من اول مشهد في الفيلم ان انا جبتهم 10 وعدتهم، ومع ذلك كان في ناس شايفه ان هم 9 برضه، ما اعرفش ازاي. المهم 10، ها 10.